السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في درس استخدام التقويمات. عندنا هنا في البداية استخدم التقويمات للإجابة عن الأسئلة. ما اليوم الذي سيوافق 28 أكتوبر؟ ما الوقت الذي سوف يوافق 28 أكتوبر؟ طبعا نحن نقوم هنا بإكمال المخطط. هنا لدينا 9، هنا 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. هنا 26 و27، هنا 27 وهنا 28. ف28 هو يوم ماذا؟ يوم الاثنين. ما التواريخ كل أيام الثلاثاء؟ تواريخ كل الثلاثاء هي ماذا؟ هي 1، 8، 15 وكذلك 22 و29. ما اليوم الذي يوافق أول 1 نوفمبر؟ 1 نوفمبر هو يوم ماذا؟ يوم الجمعة. ما التواريخ كل أيام الجمعة في شهر نوفمبر؟ كل أيام الجمعة في شهر نوفمبر هي 1، 8، 15، 22 و29. ما اليوم الذي سيوافق 4 من ديسمبر؟ هو يوم الأربعاء. هنا الأربعاء. ما اليوم الذي سيوافق اليوم الأخير من ديسمبر؟ هو يوم الثلاثاء. هذه هي الإجابات. ألف الاثنين، باء 1، 8، 15، 22 و29، جيم الجمعة، دال 1، 8، 15، 22 و29، هاء الأربعاء، واو الثلاثاء. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. ما مقدار الفترة الزمنية التي تقع بين التواريخ 6 من أكتوبر إلى 28 أكتوبر؟ طبعا هي 3 أسابيع، 3 أسابيع ويوم. 14 إلى 30 يونيو هي 2 أسابيع، هي 2 أسابيع ويومين. 31 مارس و 26 هي 3 أسابيع و5 أيام. 7 من يناير إلى 7 فبراير هي 4 أسابيع و3 أيام، هي 4 أسابيع و3 أيام. الآن ننتقل للصفحة التي تليها وهي السؤال الثالث. استنتج عيد ميلاد كل طالب في الصورة. طبعا عندنا نحن هنا ألف عيد ميلاده بعد 3 أسابيع تماما من اليوم. طبعا اليوم هو كم؟ 7، فعنده 28 مارس. أما باء عيد ميلاده بعد 2 أسابيع و3 أيام هي 24 مارس. جيم عيد ميلاده بعد 1 أسبوع و6 أيام هو 20 مارس. دال عيد ميلاده بعد 3 أسابيع و4 أيام هو 1 أبريل. كذلك ها عيد ميلاده بعد 4 أسابيع هي 4 أبريل. واو عيد ميلاده بعد 5 أسابيع و5 أيام هي 16 أبريل، 16 أبريل. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل للسؤال الرابع. يستخدم علاء الدين مسافر عبر الزمن ساعة سفر زمنية خاصة تنقله إلى الماضي والمستقبل، حيث يضع عدد السنوات والشهور التي يريد السفر خلالها في الماضي والمستقبل، ثم
يضغط على الزر فتنتقل الساعة إلى هناك. ألف وصل علاء الدين في شهر إبريل لعام 2028. انظر إلى العرض في ساعة السفر الزمنية لاستنتاج تاريخ بداية السفر. طبعا بداية السفر كان كم؟ هنا كان فبراير 2022. يريد علاء الدين الانتقال من إبريل 2028 إلى يناير 2001. ما التغيير الذي يجرأ فيه الساعة؟ طبعا هنا طرح ماذا؟ 27 سنة وثلاث شهور. 27 سنة وثلاث شهور. جيم أجرى علاء الدين تغيير بالسالب بمقدار 5 سنوات و4 شهور في بداية يناير 2001. طبعا ما الزمن الذي سينقل إليه الدين؟ عندنا سبتمبر 1995. يريد علاء الذهاب إلى شهر مايو 2005. ما التغيير عندنا هنا؟ بالجمع 9 سنوات و8 شهور. 9 سنوات و8 شهور. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.